حشوية لحقي ليك شفرافية بلبي ليك كل عشية يا اللي عندي قضية يا اللي ما تزعفون الحسين ومحنية سنوا لي كل عشية لكن عندهم قضية يا ما حي عليا يا ما تصفيش ما تزعفوش علينا هذه غير كاميرا خفية. السلام عليكم. سلام خويا جينا نهضروا على الحراك. الحراك انت فضلت الشعب اسكو تشاركت في الحراك كل جمعة؟ كل جمعة واش ديروا؟ بالدنيا الله بالسلمية؟ سلمية بالسلمية سلمية. واش رايك في التطورات الأخيرة؟ تطورات ايام يحكموا فيها الرئيسان الكبار مليحة فصح سعيد ويحيى خصو هذوك الزوج هذوك هما الرسالة الكبار يبداو بهم والو من بعد تكمل هذا الحراك يكمل حتى مور رمضان ورمضان او جاي رمضان بعد رمضان في اي وقت من النهار الاول من 22 فيفري كل جمعة الجزائري كمل الجزائري سلام ما عندي حتى مشكل معاونين جبد النظام كامل الاسمين روحهم يبقى حتى واحد معاك نسقسيك معليش خليه يوقف وبعد مورانا صاحبك هذا صاحبك ما عرفوش انا ما يساعدني ندير واحد ماذا صاحبي حبسنا في يحكم المهم قلت لي مازالوا مازالوا بزاف ماشي غير زوج اللي دام يتفرج مش عبد الجزائري يرجع خليتو حتى دركا باش علاش خليتو حتى دركا كانوا شويه خايفين نورمالمون الناس اللي من الاول خرجوا فيهم نورمالمون من الاول ماشي حتى ال 22 صح عندك الحق في هذا السؤال عجبتيني مقبل نخرجوا ونعيطوا تخرجت انا هو الاول وش بيه انا هو الاول بصح دوكا هما ما يحبسوها في رمضان في رمضان ما يديرونيش المسيره تبارك قولي لهم في التلفزيون باش يديروني دا ما يخرجوش في رمضان يخليونا صوموا واش دخلك صوم وحدك كيفاش ندير صوم صديقي نروحوا في المسيره وحنا صايمين شنو في الفر ديك اللي عيط ديك الهضره واعره شويه يا سيدي احنا صايمين احنا فاطرين هذه حاجتنا هذه ما نقبلهاش انا ما نقبلهاش خلاص كملت هضرت نعاون فيها انا ما تعاونيش ما يحتاجكش علاه ما يحتاجكش تعاوني ما يحتاجكش تعاوني نعاونك كيف تهضر نعرف نهضر انا ماشي صغير سنك حتى جيت نعرفني كيف نهضر لا قلت بالك مساعده لله روح يا سعد روحك برك روح نقدر نقدم تحية للأم تاعي إهداء نقدر نقدم إهداء إلى أمي وأبي وزوجتي وأولادي انتوما بالمناسبة أنت يا خرجت من الجمعة الأولى. كانت سلمية قاعدة سلمية حتى لدرك الحمد لله. الذكر الغدوة بعد غدوة الحمد لله. المباشر على المباشر. كانوا حابين الجماعة. هذه الأخت على المباشر. هذه حاجة مليحة. يا الأخت هذه ديروها على المباشر ولا مسجلة؟ أهضر. يا دوني بالمرطو خويا. يا راه واحد كيما تنضربك بالمرطو. يعني يا شيخ. واحد كيما تنضربك أنا بالمرطو. أي المهبولة يا مسخيط الضر ولا. يا نحي المرطو نحي المرطو من يدك خويا. يا نحي المرطو من يدك خويا. المرطو. واش خلاص لا لا حيد لا خويا لا ضربنيش خويا تحقرش كيفاش قرا ماشي مليحه نحن لا نكمل هذه المسيره ما نكملوهاش كاع حركي وقعدوا في الديار تاعكو حركي واحد ما يخرج كيفاه واحد ما يخرج نزيد يخرج من المسيره برا منا الوقت اللي تحب كيفتني امه باه نهضر عليها باش نفكها من ظل هذا القلقه اللي راهي فيها لا انا نقول لها كل واحد والراي تاعو
كل واحد والرأي تاعو يا صديقي. هي خلاص خليني نهضر على الضرب نقول رأيي أنا يا جماعة. بدو سؤال. قلت لك كاين عيبات كيما هذا السيد عن عينة يحبوا يخلطوها بالماء يخلطوها بالعاني. مين باللي حركي ولا واش ما عنده باينه هذه وضوح الشمس. انا خلقت فرنسا انا. خلاص روح روح مال انا جزائري. هي خلقت فرنسا انا. خلاص روح لفرنسا احنا جزائريين روح. حبيبي نتقسيك حاجه معليش خليني نهضر. تعرفني ما نعرفكش انا نعرفك كل حيدك شو كلها ترفع يدك نهضر معك شو حبيبي حبيبي راك شايف في الكاميرا المخفيه انت خلص من المرطه الله غير خفت يا جدك من المرطه المرطه زيد يرفد هذا علاش جاي حوس واش حوس يا رجع المرطه المهم قلنا واش تقول على قناه البلاد واش نقول يعني ان شاء الله احسن وانت سايكم تورني بين هذيك اي ما شاء الله يعني ديما تفرج فيها غير هي الله يعطيك الخير قلنا ما تزعفوش علينا ما هذه باينه واحد ما يزعف قولها ما تزعفوش علينا وصحه فطوركم وصحه فطوركم وكل عام وانتم بخير رمضان كريم رمضان كريم الله يعطيك الخير الله يسعدك الله يسرك صديقنا ما تزعفوش يا العليا هذه هي الكاميرا الخفيه ضحك من يا ابو حنيه يا علي يا ما تزعفوش ما تزعفش يا حشويه ضحك لك شفرافيه الحسين ومحنية سنوا لي كل عشية لكن عندهم قضية يا ناحي عليا يا ما تزعفيش ما تزعفوش علينا هذه غير كاميرا خفيه.